بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم حصر مع حسين وطبعا الحلقه دي فريده من نوعها وطبعا ان شاء الله يكون فيها ضيف عزيز علينا كلنا طبعا وقاده كبيره في الدوله وطبعا الحلقه بتقول النهارده ان الامن الوطني وان الامن الوطني والامن القومي للدوله ما لا ينفصل عن الاطارين الاقليمي والدولي فالعلاقه بين المستويات الثلاثه للأمن الوطني والإقليمي والدولي هي علاقه علاقة تفاعل متبادل أو تأثير أو تأثر، فلا يمكن تصور إمكانية محاربة الإرهاب داخل حدود كل دولة خاصة في ظل التطورات التي كان من من شأنها التأثير على سيادة الدولة على أراضيها بمعناها الكلاسيكي وفي ظل هذه القدرات قدرة الجماعات الإرهابية على التحرك والتشبيك مع جماهات جماعات شبيهه في الدول الاخرى بل ومع بعض الدول التي باتت تصنف راعيه للارهاب كما فيه لا يمكن تصور امكانيه الحديث عن الامن في منطقه ما بينما تعني دوله او عده دول من دوله مشكله في امنها الوطني فالامن الوطني والامن الاقليمي لا ينفصلان يجب علينا الاهتمام بالامن القومي من جميع الجهات سواء الاقليمي او الدولي وذلك من جميع الجهات التي تساعدنا في ذلك من الاستراتيجيات وما إلى ذلك وخاصة أنها تتعدد حوارات الأمن القومي المصري فضيفنا اليوم رجل أمنيا من طراز فريد له خبرة عريقة ممزوجة بقراءة سياسية لها وجهتها وبجميع ويجمع بينها وبين الطيار الإسلامي عموما والإخوان خصوصا تاريخ طويل إنه اللواء فؤاد علام وكيل جهاز مباحث امن الدوله ومدير امن بورسعيد الاسبق مرحب بك يا فندم اهلا وسهلا يا اخي تشرفنا بسيادتك يا فندم من الله يخليك لي. وطبعا وطبعا معانا الضيف اخر معانا المستشار محمد عبد الفتاح اهلا أهل بحضرتك بفكره. طبعا احنا النهارده بنتكلم في حلقه طبعا فريده من نوعها ان احنا نستضيف سياده اللواء فؤاد علام وقامة كبيرة طبعا في الدولة وهو وكيل جهاز الأمن الوطني الأسبق وطبعا احنا عايزين نرحب بضيوفنا وأول سؤال بنوجهه للسيد اللواء فؤاد علام بحكم خبراتك الأمنية سيادة اللواء علام الكبيرة هي هل لك أن تصف مفهوما محددا للأمن القومي؟ الأمن القومي بيعني أمن الدولة من حيث الارض اللي بتشغل هذه الدوله من حيث المواطنين اللي موجودين مقيمين في هذه الدوله حمايه الشواطئ والحدود بكل معناه فده معنى الامن القومي كما يجب بس وكيف ترى الامن القومي المصري الان يا سياده اللواء فؤاد؟ الامن القومي المصري بيتحمل مسؤوليات ضخمه جدا في هذه المرحله. ليه؟ <applause> لانه للاسف الشديد دول كثيره بتعمل على تخريب المنطقه كلها وبتستهدف مصر على وجه التحديد. وعلى راس هذه الدول للاسف الشديد الولايات المتحده الامريكيه وايضا انجلترا. وبكل اسف هناك بعض الدول العربيه اللي بتساعد على تحقيق نفس الغرض بتاع مثل هذه الدول في محاوله لتخريب المنطقه ككل. وكيف تنظر الى خطوره الازمه السياسيه الداخليه على الامن القومي؟ ما في شك ان احنا الازمه الداخليه لا الحمد لله احنا عندنا نظام حكم في هذه المرحله يعني قادر على انه ياخذ البلد وتقدم بها تقدم واسع جدا المشروعات والامكانات والاهداف اللي بتتحقق حاليا لم تكن مسبوقه من قبل ذلك ولا في ألف سنه فاتوا انما المشكله في ما يحيطنا من دول كلها احنا مسؤولين عن امنها وايضا يعني بتمثل خطوره شديده جدا حضرتك ما زالت قطر وما زالت تركيا رغم المعلومات الجديدة عن تركيا محاولتها للتقرب لمصر وعمل يعني تحل المشاكل مع مصر لغاية النهاردة في تشكيك في نوايا تركيا بالذات وأيضا إلى حد ما كثيرين من أبناء المنطقة مش مطمئنين تماما للمصالحه اللي تمت ما بين السعوديه وقطر انا ايضا احنا عندنا مشكله بتهدد الامن القومي المصري بصوره غايه في الخطوره الا وهي السد اللي بيتبني في اثيوبيا والتعنت اللي موجود من اثيوبيا ومعاونه او حمايه اثيوبيا من بعض الدول اللي بتصعب مشكله حل هذه المشكله احنا محاطين بمشاكل ضخمه جدا عندنا النهارده بعض الحدود وان كان حصل تحسن كبير في الحدود الليبيه نتمنى ان هو يستمر ويحققهم الاهداف الوطنيه بتاعتهم ايضا المصالحه اللي قادتها السعوديه مع قطر اتمنى ان هم يكونوا جادين ويحققوا نوع من التعاون العربي والتعاون الخليجي مره اخرى الولايات المتحده انا بختلف مع كثيرين في موقف بايدن الحاكم الجديد للولايات المتحده كثيرين لانه تاريخ حكم الديمقراطيين بيبقى يعني من ضد العرب بصفه عامه وضد مصر والسعوديه على وجه الخصوص انا شخصيا شايف لغايه دلوقتي انه الخطوط الرئيسيه في حكم بايدن تديني نوع من الامل انه هيبقى في تعاون اكثر فاعليه مما كان موجود ايام ترامب، وبالتالي احنا علينا دور كدول عربيه ان احنا نشرح مواقفنا السياسيه المحليه والدوليه بطريقه مقنعه علشان نكسب تاييد الحكومه الديمقراطيه في الولايات المتحده الامريكيه. هو تشخيص سيادتك للازمه آه التي يعانيها الجهاز الامني في الفتره آه في منذ 25 يناير وحتى اليوم اه انت بت بتفكرني برؤيتي السابقه على 25 يناير <applause> كان في مخطط واضح جدا بتقود جماعه الاخوان المسلمين بيستهدف وجود صراع ووجهه نظر ضد الشرطه المصريه وخصوصا جهاز مباحث امن الدوله وانا لمست هذا في مخططاتهم وفي كلامهم وفي تصرفاتهم قبل 25 يناير يمكن بثلاث اربع خمس سنوات وقلت هذا الكلام في مؤتمرين مهمين جدا في المجلس القومي لحقوق الانسان حذرت من محاولات الاخوان المسلمين تنفيذ خطه بتستهدف وجود خلاف يعني رهيب ما بين الشرطة والشعب المصري لدرجة أنهم صوروا جهاز الأمن الوطني أو جهاز مباحث أمن الدولة حسب ما كان يسمى في هذا الوقت أنه جهاز غير وطني وان هو بيقوم بعمليات غير مشروعه ادعوا ان كان في سجون تحت الارض الحمد لله انه بعد احداث 25 يناير واقتحام مبنى جهاز امن الدوله ثبت ان كل اللي كانوا بيقولوه كذب كد في كدب في كدب الحمد لله الناس حست باهميه الشرطه حالة الفوضى اللي أعقبت 25 يناير خلت المواطنين بدأوا يعني يفيقوا ويفهموا أن مخطط الإخوان مخطط معادي كل كان هدمه هدم جهاز الشرطة جهاز الشرطة من نعم ربنا انه قدر يستعيد قواه في وقت قليل جدا وبدأ يحقق الامن ويواجه حالة الفوضى اللي كانت موجودة النهاردة انا شخصيا بافخر بجهاز الامن بكل فروع سواء الامن الوطني او الامن الجنائي لانه النجاحات اللي حققوها في خلال الشهور القليلة تحسب لهم بدليل انه العمليات الارهابيه تراجعت بصوره اقدر اقول انه قضي على اكثر من كذا 90% من هذه التنظيمات وهذه المنظمات. أه وارتبط اسم سيادتك طبعا بجو يعني بحاجات كويسه جدا طبعا ضد جماعه الاخوان المسلمين وبطولات يعني قويه ممكن تكلمنا عنها حضرتك؟ شوف انا يعني عاصرت الاخوان المسلمين من تقريبا من كان في قبل التحاق بالشرطه كان في علاقات معينه انا شرحتها اكثر من مرات وكتبتها انما من سنه 65 اللي هو لما اتظبط تنظيم سيد قطب وكنت انا احد العاملين في مده للتحقيق مع المظبوطين او المعتقلين او المتهمين في هذا التنظيم وبالتالي اتكونت عندي فكرة ان دول ناس لا علاقة لهم بالدين الاسلامي بالمرة انما بيستغلوا الدين علشان يصورهم للرأي العام المحلي والدولي بانه الامن بيفتري عليهم وما بيدلهمش فرصة وضد الحريات و و و الحمد لله الحكم اللي هم تولوه لمدة سنة وأنا كنت متأكد إنه مش هيقدروا يكملوا أكتر من سنة على وجن وكنت دايما بقول لهم أنتوا لا عندكم كوادر قادرة على إدارة الدولة ولا عندكم قوانين ولا دساتير يعني كنت دايما أسأل عمر التلمسان أقول له إيه الدستور اللي يقول لي القرآن قلت له آه القرآن القرآن بيحكمنا كلنا طبعاً. إنما إدارة دولة مين عندك ينفع وزير داخليه بكل سخريه قال لي احنا لو جينا الحكم احنا هناخدك انت وزير داخليه. بالخلاصه لم يكن لديهم لا كوادر قادره على تولي مسؤوليات في الدوله، احنا شفنا احد المحافظين في كفر الشيخ لابس جلبيه وماس شبشب ورايح يقف في المحافظه الناس كلها كانت يعني بتكيل له اتهامات وبتسخر منه طبعا احنا فعلا النهارده يعني شرفنا بلقاء طبعا سياده اللواء فؤاد علام طبعا وكيل امن الدوله طبعا قامه كبيره طبعا شرفتنا النهارده وطبعا الكلمة الأخيرة لسيادة المستشار محمد عبد الفتاح، إيه رأي سيادتك في موضوع الأمن القائم حاليا؟ والله يا أستاذ حسين لا تقوم دولة إلا باستقرار أمنها. حبيب. إحنا طبعا شفنا كل اللي حصل أو الأحداث اللي حصلت أيام الثورة في 25 يناير والحمد لله يعني لما حصلت الأحداث دي إحنا كشعب تصدينا ليها بس ما قدرناش برضو ان احنا نتصدى لكل الجوانب اللي موجوده لان الجوانب الاجراميه دي او الاشخاص الاجراميه انت ما تقدرش ان انت تواجهها لان كل شخص خلقه ربنا في الدوله دي خلقه عشان خاطر وظيفه معينه. تمام. آه الامن حضرتك لما جه غاب عن عن ارض الواقع في 25 يناير كان الـ التفكك الـ في الدوله كان ملحوظ. طيب دلوقتي حضرتك احنا كنا بنضطر ان احنا نعمل لجان، طب فين اللجان دي دلوقتي؟ احنا دلوقتي موجودين حضرتك وقاعدين في بيوتنا وإحنا يعني مستقرين وإن إحنا قاعدين ومطمنين يزيدنا الاطمئنان باستقرار الدولة والأمن فيها. تمام. طبعًا الفيلسوف طبعًا أنا أنا هتطرق بس لمقولة كان عباس العقاد بيقول لا ينبغي أن يكون في النور لكي نرى ولكن يجب أن يكون في النور شيئًا نراه. إحنا دلوقتي حضرتك مش شرط إن إحنا عايشين في الدولة عشان نديرها. زي ما سيادة اللي هو قال هو طبعًا جماعة الإخوان المسلمين دلوقتي لما جم مسكوا الحكم وضروه وقعوا الدولة للأسف. اسقطوا اسس معينه في الدوله ما قدروش ان هم يدروها. طيب دلوقتي حضرتك انت زي ما بيقولوا كده بالمعنى البلدي هتدي العيش لخبازه. هم كل حكايتهم ان هم عايزين يتسلطوا على الحكم فقط. عايزين يخشوا بمخطط معين لاسقاط دوله. هم ما كانواش عايزين يبنوا دوله. هم داخلين للانتقام. مش عشان خاطر ان هم مثلا دوله تزدهر. احنا للاسف معاك واحنا وقتنا انتهى وطبعا الظروف الطارئه اللي في الطريق طبعا كان في مشاكل في الطريق واحنا جايين وطبعا انا بتاسف لسياده اللواء فؤاد علام طبعا تشرف لينا طبعا وكيل جهاز من الدوله السابق ان هو شرفنا في الحلقه النهارده وسياده المستشار محمد عبد الفتاح من مدينه بنا طبعا انا سعيد جدا بلقائي معاهم النهارده وضيوف عظماء وسياده اللواء طبعا فخر وشرف لجميع القاده اللي موجودين كلهم في جمهوريه مصر العربيه وان شاء الله نشوفكم حلقات القادمه باذن الله مع برنامج حصرى مع حسين